سيد كريم بدر، الآن ردنا انتخابات حتى نذهب إلى مخرج لحل الأزمات المتراكمة، مطالب تشرين إلى آخره، وأيضا التخندق اللي تحدث عنه سيد غالب. ليش إحنا دروح الآن جاي نقترب من الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللأستاذ غالب. الله يحفظك. وأتشرف بي وبطرحه. حقيقة أنا رجل هو يعني متابع أبو الفقراء، وأني الحقيقة نعم، يعني أتمنى أن أتكلم بواقعي. يعني أنا حقيقة أقول أن هذا واقع العراق هكذا، الترفع فوق الواقع والتكلم على أساس أنه نتمنى أن يكون الواقع غير هذا، فهذا يعني أنا أعتبره فكرة سامية جدا لطيفة، لا بأس بها، كلش لطيف. الآن أنا أقف وأقول أنه نحتاج إلى كتلة عابرة للطوائف، وهذه بالمناسبة يعني منذ بداية يعني العملية السياسية نعم، لحد الآن كنا نعترض على هذا، لكنه بقت هي اعتراضات فوقية مفرغة من كل محتوى. الواقع يقول غير شكل، الواقع يقول أن الكرد الآن معظم الكرد يعني ذهبت أصواتهم للكيانات التقليدية وجاءوا إلى بغداد بمطالب كردية. يقول نجرفان بارزاني والبارزاني نفسه: نحن نريد الدخول إلى العملية السياسية للحفاظ على حقوق المكون الكردي. واضحة وصارمة، وصار لها 18 سنة تشتغل وأنجزت شلون راح الكثير. ترد عليها الكتلة الصدرية هنا؟ لا هسه هذه بعدين أناقشها، خلينا نناقش أول مرة الواقع السياسي. هذا واقعنا، طيب احنا ممكن نرفضه، وانا مع الاستاذ غالب يعني رفضه، خذ راحتك، بس هذا الواقع هل تستطيع انت الان الا تتعاطى معه بهذا الشكل؟ نبقى نتكلم مثل ما تكلمت كتله الحكمه وكانوا يتكلمون بعيد عن قواعدهم وانتهت بهم هذا اللي صار. يعني طيب الحلبوصي طائفي وليكن، لكن الحلبوصي يمشي براحته في اهل الرمادي وفي مناطقهم، وتطلع على عشرات الآلاف من الناس، ونزلت للمئات الآلاف بالانتخابات وانتخبوا قائد لهم. والتسريبات اللي تسربت من الحلبوصي مطالبهم مطالب يعني حقيقة تكسر ظهر العراق، مثل من مثل مثل الإقليم استاذ كريم، اعطيني حتى ارجع يعيرون سيد غالب. الإقليم، ويريد فيلق لحماية هذا الإقليم، ويريد أموال لبناء الإقليم، ويريد ويريد يريد دولة. هو هسه كأنه يريد بالضبط مثل كردستان، يريد إقليم يشبه إقليم كردستان، وهذا من حقه بالمناسبه. يعني هو يقول لك انا اريد هيك، كردستان موجوده وهذا النموذج موجود. الشيء المؤلم حقيقه والمقرف اصبح بالنسبه لنا احنا، كل انتخابات يعادلنا هذا السيناريو يعني، ونفس الشيء يبقون الكتل الشيعيه الان تحكي بفوقيه مثل ما يتكلم التيار الصدري، او تحكي بطائفيه مثل ما يتكلم التنسيقيه. يعني هم مكفخه وعليهم الان انه يؤدون طلبات اللي جاي يطلبوها الكرد والسنه، وتبقى مناطق الجنوب. بالمناسبه احنا بنتكلم عن الوسط والجنوب، هذه مو طائفيه، الوسط والجنوب بشيعي بسني بمسيحي، هو العراق. مهمه هاي.